السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ده اي تي 405 كورس الاي بورتلز او الكترونيك بورتلز ديفلوبمنت. احنا عارفين طبعا كميه التطور التكنولوجي والتقني اللي وصلت له مواقع الانترنت حاليا. ازاي ده بدأ يحصل؟ من خلال الاهتمام بالعصر اللي كان بعد الاي بورتلز، من خلال توافر تكنولوجيز بتساعد المبرمجين ان هم يطوروا ويزودوا من الامكانيات المتاحه اللي يقدر يستخدمها اليوزر سنه ورا سنه وشهر ورا شهر. مش هقدر اقول سنه ورا سنه، لا، هو الحقيقه شهر ورا شهر التقنيات دي كانت بتزيد وبتزيد وبتساعد اكتر المحتوى على انه ينمو على الانترنت. بدايه ما كانت البورتلز فقط، الى حد النهارده اللي عندنا عصر السوشيال ميديا وعندنا مفهوم او كونسبت الويب ابس وعندنا الويب سوكتس وعندنا مفاهيم كتير جدا متعلقه، يمكن نشات مخصوص عشان ابلكيشنز سريعه زي الجيمنج والفويس تشاتنج والفيديو تشاتنج وغيرها. في الكورس اي 405 احنا بنتعرف على الاساسات اللي اتبنى عليها كل الكلام ده، الاساسات الخاصه بالويب ديفلوبمنت اللي بدأت بتقسيم عناصر البرمجه لعنصرين اساسيين، الكلاينت سايد والسيرفر سايد. طبعا زي ما احنا عارفين انه اصلا كان مفهوم المواقع ساعتها او صفحات الانترنت مقتصره على عرض المعلومات فقط، او الستاتيك ويب بيج، ان المعلومه اللي انت الموقع اللي انت بتدخل عليه بيديك او بيعرض لك المعلومه فقط، وما تقدرش تتفاعل معاه، ما تقدرش تاخد تدي معاه، ما تقدرش تبعت عليه حاجه وهكذا. حاليا في العصر اللي احنا عايشين فيه، لا، ده الموقع ممكن تبعت لزميلك او صاحبك حاجه، ممكن تاخد حاجه، ممكن تفتح فيديو على اليوتيوب، ممكن في تفاعلات مختلفه مش بس شكل من اشكال العرض. ده في النهايه ادى لان احنا احتاجنا محور تطوير احسن بكتير من اللي احنا كنا شغالين عليه عن طريق تقسيم لغات البرمجه للغات سيرفر سايد، يعني لغات بتتم على السيرفر، وكمان لغات على الكلاينت سايد، لغات وسيطه ولغات عرض. اربع محاور اساسيه هنبدا نتكلم عنهم بالامثله. من ناحيه الكلاينت سايد هنتكلم عن بي اتش بي، من ناحيه الكلاينت سايد هنبدا نتكلم عن جافا سكريبت، من ناحيه السيرفر سايد هنبدا نتكلم عن بي اتش بي، من ناحيه قواعد البيانات هنتكلم عن ماي اس كيو ال وامثلتها، وكمان للعرض هنتكلم عن ال HTML5 وال CSS. كل ده واكتر عن البروتوكولات في اي تي 405، وهنتكلم عن ال HTTP وطبيعه الريكوست ودوره حياه الريكوست من اول ما اليوزر بيدخله في اللينك بار او في اليو ار ال بار فوق، من اول ما بيكتب اسم الموقع لحد ما الموقع بيرجعه لتاني بمحتواه على الويب براوزر.